اهلا بيكم في قناة عم محمود المنجم. بص يا جماعة، الشغل اللي لسه نازل ده، تمام؟ الشغل ده هيورينا عم محمود نظامه ايه. ماشي، هو زي ما انتم شايفين الشغل، هو زي ما جابوا الزبون، تمام، نوريه لكم، تمام، عشان اوريه لكم بنعمل فيه ايه. تمام، عم محمود معانا. عم محمود يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. مبارك ايه؟ الحمد لله. ايه الشغل ده؟ الشغل ده هيتعمل ايه؟ ده الشغل دي كنبه لسه جايه. تمام، لسه جايه النهارده كده. كنبه سرير، تتفرد سرير. كنبه هتتفرد سرير. اللي هي تتفرد سرير دي بتيجي تهزولها اهي. تمام، بتتطبق. تمام، اللي ورا ده بقى ايه؟ الاسك اللي فيها زي ما احنا قلنا كده، ده شغل سوقي. تمام، فاحنا جايين نغير الاسك ونغير القماش. تغير الاستيك وتغير القماش فيه. تمام، ماشي. لون القماش والاستيك، نغير لون القماش والاستيك. لسه جاي. هو الزبون عاوزها كده. الزبون عايزها كده، وغير القماشه كده وبتاع ويظبطها. تمام، ماشي. هو الحمد لله زي ما احنا متفقين كده، ان احنا كل يوم بيجي لنا شغل. كل يوم عندنا جديد يا جماعه. كل يوم عندنا شغل. تمام، شايف هنا كده. ماشي. وبعت ناس الصناعيه، وبعت ناس شغل ان شاء الله. بعت ناس يشتغل. بعت ناس يشتغل، اشتغلوا عنده. تمام، ولو حد عاوز يجي يتعلم عن محمود، تعلمه. لو في تعليم عاوزين تتعلموه نعلمكم يا جماعه. ومعاكم على القناه لو عاوزين اي حاجه. يلا نسوش بقى الاشتراك، ودعمونا في القناه باللايك والشير. لو عايزين الرقم في اعلى الصفحه. يلا، السلام عليكم.